بما ترك. وريا أثر وما علينا إلا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة والعفو والعافية، وندعو الله أن يسكنه فسيح جنانه. لقد كان قامة متميزة في الساحة الإعلامية، وكان مسيرا مقتدرا لمؤسسة الشروق التي كانت بمثابة منارة تشع للجزائر بكامل أبعادها، وكان مواطنا صادقا يدود عن القيم الوطنية. ونحن بحاجة إلى رجالات من هذه الطينة. إن لله وإنا إليه راجعون. نحضر جنازة واحد من عمالقة الإعلام الجزائري، رحل فجأة، نترحم عليه في هذه المناسبة. هذا الحشود دليل قاطع على مكانة الرجل في الساحة الإعلامية. نترحم عليه ونعزي أهله، نعزي الصحفيين الذين اشتغل معهم في مجمع الشروق، الصحفيين الذين كوناهم، كل الذين يعني حضروا إلى هذه الجنازة.